بيتغلب على منتخب موريتانيا 94-77 في البدايات، ثم أمتع وتغلب بجدارة على حساب منتخب الجزائر 85-69، ومنتخب ليبيا فاز على الصومال في مباراة كانت متقاربة 81-72. ليبيا في الدور الأول سجلت 260 نقطة وعليها 216 نقطة، عندها العلامة الكاملة 6 نقاط. ليبيا راحت للدور الثاني، قابلت الكويت وتغلبت على الكويت بفارق 17 نقطة 89-82 في الدور الربع نهائي، وفي النصف نهائي أتت المباريات الكبيرة والمواعيد الكبيرة مع الرجال. ليبيا اللي أبهروا بها البطولة وتغلبوا على تونس 70-64 ليوصلوا للفاينل. مصر ليبيا، ليبيا مصر حبايب، واللقب رقم 25 أو اللقب العربي أو لقب البطولة العربية في النسخة 25 راح يكون بين ليبيا ومصر، قد يكون الأول لليبيا وقد يكون الثالث عشر للمنتخب المصري اللي مر في أجيال كبيرة في الباسكتبول. ما عليك عزيزي المتابع إلا تستمتع بعبد القادر ماسينجا وبالبيج أو عمر طارق عرابي، نستمتع بالماجيك إيهاب أمين وبالكينج أو بقلب الأسد محمد بشير السعدي. عموما هذا الماجيك إيهاب أمين، إيهاب بحاوله على الباسكت يفتتح التسجيل، وحاليا البلوك عم بيكون حاضر من بوزقية. أول اعتراض دفاعي وكأنها رسالة إنه نحن ملوك الدفاع، إنه نحن حاضرين. ونسيم بدروش بأمن أول ثلاثية ليبية بشعل فيها الملعب، الملعب نحن في القاهرة لكن ملعب 50-50. الفرق اللي شاهدتها خلال تعليقي سنوات طويلة هالبطولة ورجونا ليبيا وحتى 2022 في بطولة المنتخبات العربية بدبي، باسكتبول كتير حلوة بقلب كبير بقلب كبير. وقلب الأسد بيفتتح التسجيل، أول باسكت لمين؟ لمحمد بشير السعدي لاعب أهلي طرابلس في ليبيا. مشاهدينا الكرام الكرة عند قلب الأسد بيحاول يخترق، محمد بشير السعدي بيحاول بيقاتل، مش معقول يا جماعة، عين علي باردة، ما أروع وما أروع. محمد بشير السعدي ما فيك إلا تحب محمد بشير السعدي، ما فيك إلا تستمتع مع كل لقطة اللي عم بيكون أهم اللاعبين العرب. واو بيج باكيت، الروعة هالسلة من مين؟ من توني ميتشل. توني ميتشل مع فيد أوي جامبر، الكرة وين؟ عند مين؟ عند قلب الأسد، راح مر الأول الثاني، حصل على رميات حرة، مش معقول، عين عليك باردة، ما أروعك ما أجملك، مش معقول. شو لعيب، رمية حرة أولى بنجاح لمحمد بشير السعدي. المنتخبين كانوا التقوا في بطولة إفريقيا 75-73، كسب منتخب ليبيا. المنتخبين التقوا بالبطولة العربية وقتها من 2010، ربح بفارق هائل جدا. المنتخب الليبي المفروض يلعب أسرع. واو القبطان طار، القبطان ألا القبطان عمل سبرنت، القبطان أخذها، القبطان. أنا بحب اللاعب الرايق، الكرة دائما عند غيث، غيث الرحمن، غيث الرحمن أفضل لاعب في المباراة الماضية. غيث يا سلام يا سلام، شو هالستبس وشو هالخطوات وشو هالروحة وشو هالطلعة وشو هالفينش يا غيث. توني بدك تنتبه من ووكينج، توني بياخذ الجوب شوت الصعبة. واو واو واو، هيز اون فاير، ثلاثية ليبيا بتولع الملعب تماما وعم بتعادل الأرقام. ليبيا قادرين يرجعوا، ليبيا قادرين يتحكموا، ليبيا بترجع عند بوزقية. الثلاثية على الطريق، على مسؤوليتي، مش قلت لكم ما باخذ مسؤوليتي أبدا، ما باخذ مسؤوليتي أبدا بهيك أمور. بوزقية الطائر برتبة قبطان. عموما بنرجع، كرة ليبيا، ليبيا اون فاير، ليبيا اول داي اول نايت، ليبيا عم تحترم منتخب مصر، ليبيا عم بتسجل، ليبيا عم تبدع، ليبيا عم تبعد بفارق 8 نقاط، وتوني ميتشل بنقطة 12 بالجيم. أما الكرة عند توني ميتشل بياخذ كرة على 3، هيز اون فاير، 15 نقطة لتوني ميتشل. الليلة ليلته، الليلة ليلته، الليلة روعته، أخذها من الداون تاون تحت الضغط، نقطة 15 بالجيم. ليبيا عم بتسجل سادس ثلاثية لها من أصل 13. توصل عند نسيم بدروش، دكتور نسيم الهداف الكبير الحريف، راح مر سلمها لتوني. شو هالباسكتبول يا جماعة، يا جماعة شو هالباسكتبول، حتى لو الكرة ضاعت تستمتع بهالتمريرة. الدفاع مصر رهيب، شوف الدفاع، شوف الدفاع، متبقي ثواني قليلة على هذا الهجمة. الكرة عند علي ناجر حيمة، علي ستيب باك بياخذ كرة، بيج باكيت، بيج باكيت، علي ناجر حيمة بيدخل، وعلي ناجي بياخذ الستيب على السايد. كرة مصرية ضايعة على 3، ضاعت، القبطان اخذها سرقها. هذا مو محظوظ، هذا مرعب، هذا مرعب، هذا بياتيك بفيلم رعب، هذا بياتيك بفيلم. لا والله، لا والله، هذا العكرمي، لا والله، هو بوزقية يا مخرج، هو بوزقية يا مخرج، شو عملت فيني؟ اللي عمل الدنك هو القبطان، هي نطته، هي حركته، هي الديفنس اللي عنده. هذا اللي ممكن يعطيك فيلم رعب باي يوم، باي يوم، باي لحظة. أتاهم الرعب، أتاهم الستيل، طلع بالعالي، up and in، سوبر سلام دانك،
لمحمد رمضان المعروف ببوزجاية. أنا أعطيته لقب القبطان. وهنا الهايلايتس. على الطريقة المصرية الليبي الموجود في القاهرة عم بيشجع منتخبه. بس شوف الليبي بيعمل ايه بالجين. كمان حابين كنا نشوف الجماهير المصرية بهلأ مباراة. هناك في جماهير مصرية، أعطينا إياها كمان. برافو، حلوين الجماهير المصرية. لو كان في فرصة لحضور الجماهير المصرية بأكثر عدد كان شفنا هالقاعة فول هاوس. فؤاد على الأبواب، أنس راح لكن نسيم نزل على الأرض، نسيم خطفها أعطاها للكينج. الدنك الليبي حاضر، في فاول ما صفر، في فاول ما صفر، لكن في دنك رهيب لغيث عبد الرحمن. غيث عم بيرد على أنس وسلة بسلة، دنك بدنك. ميات حرة بعد هيك. إدريس بسرعة، أنيس المنصوري ممكن ياخذ بعض المتابعات الهجومية، لكن لا، هنا الثلاثية لليبيا. من أعند المنتخبات اللي شفتها عبر تاريخي بالتعليق منتخب ليبيا بصراحة. الإفورت اللي عندهم يا جماعة، ما بيسلموا ما بيسلموا ما بيسلموا أبداً فقط، وعم بيلعب بشكل فردي لأنه متعب للغاية. ضاعت القبطان على المتابعة. القبطان قلت لكم ما رح يرفع الراية، ما رح يرفع الراية، رح يأدوا حتى آخر رمق، حتى آخر نفس رح يخانقوا على كل كرة. والقبطان طار، القبطان حصل 2 بوينتس وعنده رمية حرة إضافية. شو ضل غزل أتغزل اللي عائد من الاعتزال، اللي عنده معدل 14.8 نقطة بكل مباراة، وفي مباراة اليوم عنده 18. عموما نسيم بدروش برد، ابتسم يا نسيم، عملت بطولة رائعة أنت مع منتخب ليبيا. بيسعدني نذكركم أني علقت له بنفس البطولة عام 2010، وبيسعدني دائما وفي كل أمسية أعلق لبوزجية. علقت له في أمسيات دبي والبطولة العربية 2022 كان طائر فيها، واليوم عم بيكون قبطان بوزجية. شوفوا هالدرايف، بادي كونتاكت والاحتكاك مع عمرو الجندي. منتخب مصر في الدور الاول عمل ارقام كبيره وكبيره جدا. خلينا نشوف هالكره للقبطان. القبطان بيسجل، بيودعنا بهالسله. بوزجاية بيودعنا وبمسي على الجماهير الليبيه، بقولوا بقولهم كونوا فخورين بهالمنتخب. اتنا حتى النهايه، وصلنا حتى النهايه، وصلنا للنهائي العربي. العام الماضي خرجنا من الدور النهائي امام منتخب الصومال، لكن اليوم ربحنا على تونس، واليوم قارعنا منتخب مصر لحتى الشوط الاول، واليوم ما قدرنا نكمل لانه منتخب مصر بخبرات كبيره. عموما درايف على الباسكت ضاعت، والمتابعه لتوني ميتشل. اللي ما بيعرف يصير يعرف، ليبيا عم تتطور بالالعاب الجماعيه على مستوى الكره الطائره. ليبيا في المونديال على مستوى الكره الطائره، نعم ليبيا في المونديال على مستوى كره السله، ليبيا في نهائي البطوله العربيه لكره السله. حدا يقول لي ليبيا وصلت الكره الطائره؟ نعم ليبيا وصلت الكرة الطائرة وحجزت مكانها مع الكبار في البريا. توني ميتشل بيوصل بثلاثية لمنتخب ليبيا، ولصدقوني الجمهور الليبي عم بيتابع وعم بيآزر فرحان بأداء منتخب ليبيا لأنهم بيقاتلوا لآخر وقت. توني ميتشل 27 نقطة مع 7 ريباوند، توني ميتشل 27 نقطة مع 7 ريباوند في المباراة. بالنسبة للمنتخب المصري، منتخب مصر عن طريق أنس أسامة سجل 19 نقطة، عمرو الجندي 18، هذا وائل بدر أول لقب لإلك. بقولهم من دون ما نهجم على الباسكت، برافو كوتش وائل بدر، برافو. روح رياضية كبيرة، روح رياضية، حلو السلام بين اللاعبين. 87-62 مبروك مشاهدينا الكرام للمنتخب المصري لقبه 13 في البطولة العربية لكرة السلة، فوز عن جدارة واستحقاق تسجل لإلها. وهذه طبعا الكأس البطولة العربية بالنسخة رقم 25 وراح يتوج فيها المنتخب المصري. محمد بشير السعدي قلب الأسد، لاعب نادي أهلي طرابلس، أفضل صانع ألعاب في ليبيا اللي قدم بطولة استثنائية بكل معنى الكلمة. واحد من اللاعبين اللي عملوا تريبل دبل مميزة أمام المنتخب الكويتي. شوف الآن غير راضيين، غير راضيين لاعبية منتخب ليبيا. هاي عقلية الأبطال وهي عقلية العناد الليبي الرائع في المباريات. اكتشفت بهالمنتخب مو انه بس بيلعب رانينج جيم، لا، عنده سبيريت رائع، عنده روح حلوه، منتخب عنيد للغايه. محمد رمضان بوزجاية، توني ميتشل، علي ناجر حيمه، الراشدي، نسيم بدروش، عبد الرحمن او غيث عبد الرحمن، ادريس منصور، زيو، محسن العكرمي، احمد الفلاح، علي مفتاح، ابو بكر الزناتي، سفيان جومانجي الغائب، عبد القادر رزق لاعب الاتحاد، انيس المنصوري،
كذلك عبد القادر رزق نجم لاعب ارتكاز الاتحاد الملقب بماسينجا، وهناك الغائب اسماعيل الجهمي اللي بوجه له التحيه وان شاء الله بتنضم لزملائك قريبا. ليبيا مع انيس المنصوري، مع فؤاد ابو شقره، مع نبيل قبلان واحمد الاوجلي والجهاز الفني، وخلفهم هذا الجمهور الرائع جدا، وهناك جمهور صدقوني بثلاث مدن ليبيه، طرابلس بنغازي وكذلك المرج، كانوا عم بيستنوا باللحظات كل دقيقه شو بصير مع المنتخب، قد ايه ازروا هالمنتخب. ليبيا اضافه حقيقيه للبطولات العربيه، ليبيا راح تكونوا بناديين اهلي بنغازي واهلي طرابلس راح يكونوا حاضرين بإذن الله يوم 19 من يناير في بطولة دبي الدولية لكرة السلة. أهلي بنغازي أهلي طرابلس إذن في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في 19 من يناير الجاري.